في شأن المصرية أيضا، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يصف هجمات التصيد التي تستهدف المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان والإعلاميين موظفي منظمات المجتمع المدني، والتي نفذتها مجموعة مهاجمة تعرف باسم نايل فيش واستخدمت فيها برنامج فين سباي الألماني. وبحسب العفو الدولية، وثق الباحثون حالات عديدة لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بمن في ذلك النشطاء والصحفيون والمعارضون باستخدام هذا البرنامج في العديد من البلدان ومن أبرزها مصر. وحذر مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية منظمات المجتمع المدني المصرية من حملة واسعة النطاق من هجمات التصيد التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، ويمكن لبرنامج فينسباي اعتراض الاتصالات والوصول إلى البيانات الخاصة وتسجيل الصوت والفيديو من الحاسوب أو الأجهزة المحمولة المثبت عليها بصمت. وينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الباحث الحقوقي هيثم غنيم. سيد هيثم، ما تعليقك على هذا التقرير؟ يعني التقرير ده تطور جديد ومرعب في مسائل القمع اللي بتمارسها السلطات المصرية ضد نشطاء حقوق الإنسان والعاملين في مجال حقوق الإنسان، وبتعطي مؤشر أيضا على مدى ما يسببه هؤلاء من إزعاج للنظام المستبد في مصر في واقع الامر. النقطه الاخرى، التقرير بيكشف ان الحكومه الالمانيه بتمنح السلطات المصريه رغم جميع تقارير حقوق الانسان التي تدين تلك السلطات، ما زالت تمنحها او تتيح للشركات الالمانيه بان تصدر برمجيات تستخدمها تلك السلطات في استهداف العاملين في مجال حقوق الانسان والمعارضين السياسيين. الجديد في البرنامج ده من الصعب تلافي الوقوع فيه إذا تم معرفة الاي بي الخاص بالجهاز بتاعك أو تم الوصول إلى الهاتف المحمول الخاص بيك، بغض النظر إن كنت تستخدم نظام تشغيل اي او اس تابع لشركة أبل أو إنك بتستخدم نظام التشغيل لينوكس. أنت فقط بيتم أيضا استخدام بتظهر لك إن هو يطلب أبديت في أحد البرامج، وحتى إذا قمت بالضغط بإلغاء يتم تسطيب هذه البرمجية، ولا يوجد حل إلا أنك تقوم بإغلاق المتصفح الذي تقوم بتصفح منه على الإنترنت بشكل كامل، وهو ما يدفع نشطاء حقوق الإنسان إلى اتخاذ المزيد من إجراءات الاحتياط والتأمين الخاصة بتأمين أنفسهم وأسرهم والذين يتواصلون معهم، وهو ما يعلي تكلفة العمل لديهم ويعلم. هيثم، يعني هذا الأمر تم الحديث عنه أيضا في 2017، ليس جديدا على، لكن ربما هذه المرة أوضح من ذي قبل وبشكل أكثر تفصيلي. هل هناك رصد لنشطاء أو حقوقيين أو صحفيين تعرضوا لهذا الأمر؟ نعم، الكثير من الزملاء، أنا بشكل شخصي تعرضت لهذا، العديد من العاملين في مجال حقوق الإنسان في مصر، بل أيضا المنظمات الحقوقية في مصر والحقوقيين في مصر وفي الخارج تعرضوا لهذه الاستهدافات. يوجد تقرير سابق كما ذكرت في منظمة العفو الدولية قامت بإصداره عن هذا الأمر بالتقنية التي كانت تستخدم من قبل، وتم ذكر به العديد من الأسماء والمنظمات التي تم استهدافها بهذه التقنية. لكن الجديد هذه المرة أن يبدو أن النظام ما زال يصر على استكمال استهدافه ويطور من الأدوات التي يملكها كي يعلي تكلفة العمل الحقوقي للعاملين في هذا المجال. النظام بشكل عام متضرر من أن يكون هناك من يبرز ويسلط الضوء على ما يقوم به من انتهاكات عبر أجهزة الاستخبارات الخاصة به التي من المفترض أن تحمي الوطن وأن تدافع عن حقوق المواطنين، ولكن بدلا من ذلك تقوم باستهداف المواطنين وتقوم بقمع المواطنين وتقوم باستهداف وتتبع كل من يقوم بمحاولة حماية هؤلاء المواطنين. ودعني أعطي لك مثالا في هذا. منذ عدة شهور قامت وزارة الداخلية المصرية بنشر خبر تصفية 18 مواطن في مدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، وعندما قمنا بالكشف أن الصور التي قامت الوزارة بنشرها هي صور قديمة تعود إلى أشخاص تم قتلهم في فترات سابقة ونشرت تلك الصور، قامت الوزارة بحد البيان ثم اتهمت أن من قاموا بادعاء أنه يوجد صور تم نشرها أن هؤلاء يتبعون إلى قنوات مثل الجزيرة وغيرها ويتبعون إلى قنوات الإخوان وما إلى ذلك، رغم أن البيان قد نشر على موقع الوزارة. ثم قامت الوزارة على موقع الفيسبوك بتحديد
الوصول الى صفحتها ومنع بعض البلدان يعني من مثلا على سبيل المثال من يوجد في بعض البلدان اذا اراد الوصول الى موقع موقع صفحه وزاره الداخليه على موقع الفيسبوك لا يستطيع هذا، وهو ما يدل على تاثر الوزاره بما يتم رصده من جرائم تحدث بها. على الجانب الاخر طلعنا منذ ايام حادثه حدثت في سجن العقرب، ودعت الوزاره أن هناك أربعة من المعتقلين قتلوا أثناء محاولتهم الهرب وأن قتلهم تم في اشتباك. إذن هؤلاء كانوا يحملون أسلحة نارية وجرت اشتباكات بينهم وبين قوات وزارة الداخلية أدت إلى مقتلهم، ولم تقم الوزارة حتى الآن بعرض فيديو يثبت الرواية الخاصة بها، رغم أن سجن العقرب يوجد به كاميرات مراقبة وجميع الممرات به يتم تصويرها. فإذا طيب أرادت هيثم، يعني في ظل هذه الهجمه على الحقيقيين والصحفيين، ما هي الاجراءات التي ينبغي على الحقيقيين والصحفيين اتباعها من اجل الحمايه وعدم تعرضهم لمثل هذه الهجمات؟ بشكل اولا يجب اولا ان يعني هناك مجموعه من الاجراءات، منها على سبيل المثال اصبح لنا انك تعمل ايضا بهاتف تستخدم فيه رقم هاتف لا 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 يوجد مع اشخاص اخرين، يعني على سبيل المثال انت تستخدم بعض التطبيقات في التواصل مع النشطاء وغيرهم، هذا التطبيق لا يكون مسجل بنفس رقم الهاتف الخاص بك، لا تقوم بفتح اي روابط تاتي لك على الهاتف من اشخاص مجهولي الهويه، لانه احيانا يتم يرسل لك شخص رابط ويقول لك يعني يوجد انتهاك ما وقمت برفع هذا الملف الخاص بهذا الانتهاك وتستطيع تحميله والاطلاع عليه، فإذا قمت بتحميل هذا الملف يتم اختراق الهاتف بك. أيضا الإيميل الخاص بك يجب أن تتروج في مثل هذا، إذا قمت بالشك بأن يوجد شيء غريب يحدث في هاتفك فعليك مراجعة المختصين في ذلك سواء في منظمة العفو الدولية أو في بعض المختبرات الأخرى مثل مختبر سيتيزن لاب في كندا، وهؤلاء يفتحون يعني التواصل معهم ليس بصعب، والعاملين في المجال الحقوقي لديهم بالفعل مثل هذه التواصلات، وهي التي ساعدت في التقرير الذي أصدرته منظمة أمنستي مؤخرا. أشكرك شكرا جزيلا الباحث الحقوقي هيثم غنيم، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. أستاذ مجدي، يعني في ظل الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر، يعني لماذا تجه الحكومة لشراء مثل هذه البرامج التي يعني من المعلوم أنها بمبالغ كبيرة للتجسس على مدافعين حقوق الإنسان أو صحفيين أو ما شابه؟ يعني وفقا للتقرير الذي نشرته منظمه العفو، ولا يستند الا الى معلومه واحده، هي انه عثر على عقد مع هذه الشركه حين اقتحام مقرات امن الدوله في عام 2011، وبالتالي يبدو ان هذا البرنامج قديم. لم يذكر ايضا التقرير يعني من استهدف بهذا البرنامج، ولما قال مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين لم يذكر. لكن في تقرير سابق سيد مجدي تم الإشارة إلى عدد من المنظمات الحقوقية المصرية، وبالفعل هناك عاملين في المجال قالوا أنهم تعرضوا لمثل هذه الهجمات. يعني لم أرى ظلا لمثل هذا الأمر في أي قضية من القضايا المفتوحة التي يجري التحقيق فيها بمعرفة النيابة. المشكلة ليست في امتلاك تكنولوجيا محددة، ولكن في طريقة استخدامها. يعني يمكن أن يكون لدى مصر هذا البرنامج وتستخدمه في تعقب يعني من يدبرون عمليات إرهابية. هل يحدث هذا أم تستخدمه ضد النشطاء؟ من يقولون أنها تستخدمه ضد النشطاء لم يقدموا دليلا، ولم يظهر ذلك في أي قضية من القضايا سواء المتداولة في النيابة أو المتداولة أمام القضاء التي تم تحويلها إلى محاكم. وبالتالي لا أستطيع أن آخذ هذه المسألة بجدية على الأقل إلى أن يظهر يعني دليل يوثق هذه الأشياء ويؤكد أن هذا هو ما يجري على أرض الواقع ضد نشطاء سياسيين أو مخالفين في الرأي، وليس ضد يعني من يخططون وينفذون
عمليات إرهابية. أشكرك شكرا جزيلا سيد مجدي شندي الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة المشهد، كنت معنا عبر سكايب من القاهرة، شكرا جزيلا لك. رأيك سيد سليم في هذا التعقب بهذا الشكل الذي تحدث عنه منظمة العفو ويتشكك فيه سيد مجدي شندي لأنه لا توجد أي قضايا مرفوعة فيها هذا الأمر؟ لا، الحقيقة احنا عندنا قضيتين مهمتين، ممكن أكثر من قضية كمان. القضية الأولى أنه حبيب العدلي نفسه اعترف أنه بيتجسس على تليفونات الناس، قال هذا الكلام في المحكمة، وكان المفروض أن المحكمة تعتبر هذا اعترافا منه وتدينه على أساسه، لكن هذا لم يحدث، إنما كان حبيب العدلي قال أنه بيتجسس، يعني اعترف قدام المحكمة قال أنه بيتجسس وأنه عندهم أدوات تجسس وما إلى ذلك، لكن ودى المسألة في اتجاه آخر. نمرة اثنين، أنت عندك برنامجين تلفزيونين أحدهما كان من باب للطاء كده مخصص لعملية هذه التسجيلات التي تمت ضد معارضين، أحدهم برنامج الصندوق الأسود، احنا يبدو أن البعض نسي يعني برنامج الصندوق لعبد الرحيم علي من أين كان يأتي بهذه الفيديوهات. نمرة ثلاثة، أحمد موسى في ليلة من ذات الليالي قعد سهران الليل كله، تبين لنا أنه تليفون زميلنا عبد الفتاح فايد مدير مكتب الجزيرة في القاهرة أنه كان على 24 ساعة على أجهزة الرصد، ونقل حتى كلماته طبعا استخدمها في سياق آخر، إنما نقل كلمات الحقيقة مكالمات لصالح عبد الفتاح، إنما ما يعني مش هو هذا الموضوع، إنما ما يعني إنه تليفونه كان طول الوقت تحت المراقبة. اللي أنا عايز ألفت انتباه له وهو ينبغي إنه يكون يبقى موضوعنا، يعني الأنظمة المستبدة هي بتستخدمها طبيعي وبدون خجل أو وجل، إنما لابد إنه يبقى تفعيل المسألة في اتجاه آخر. يعني هذه الأجهزة جاية من ألمانيا، أجهزة التعذيب أيضا مستوردة من الغرب، يعني الأنظمة المستبدة اللي بتستخدم التعذيب كأداة للتعامل مع المعارضين، الأدوات التعذيب بيجري استيرادها من شركات غربية بدون يعني رقيب أو عتيد، المهم الفلوس تدفع على قد ما مطلوب منها وتستورد هذه الأدوات، وهكذا ألمانيا هي بتصدر لهم هذا، هتقول لي شركات في النهاية المفروض يكون هناك ضوابط، وأيضاً شركات فرنسية يعني المفروض يكون هناك ضوابط لديهم، وأعتقد إنه في ضوابط في استخدام مثل هذه الأجهزة التجسس على داخل هذه الدول، إنما لابد إنه يتم تفعيل المسألة و يعني إثارتها من هذا المنطلق وليس منطلق أن النظام المصري يستخدمه، لأنه الطبيعي جدا أن الأنظمة المستبدة تفعل ذلك. أشكرك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي سليم عزوز على وجودك معنا في هذه الفقرة، شكرا جزيلا لك. أصدرت محكمة مصرية حكما أوليا بإعدام ستة مدنيين في عدة اتهامات بينها قتل رجال شرطة عام 2016 بمحافظة الشرقية. وتعود أحداث القضية إلى عام 2016 عندما ألقت قوات الأمن القبض على 13 شخصا إثر اتهامهم بعدة تهم نفوها جملة وتفصيلا، بينها تكوين خلية إرهابية استهدفت نشر الفوضى وقتل رجال الشرطة. ووفق القانون المصري يعد الحكم أوليا وقابلا للطعن أمام محكمة النقض. وفي شأن المصري أيضا، تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد العاملين في قطاع المحاجر في مصر يشكو من سيطرة الجيش على القطاع لمدة 30 عاما، موجها استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي هذا. وقد صدر بالأمس قانون رسمي يمنح ترخيصا لشركة تابعة للجيش في التعاقد مع ثلاث وزارات لإدارة واستغلال المحاجر والملاحات لمدة 30 عاما. أتوجه بهذا النداء للسيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بنقول له يا ريس احنا بيوتنا انقفلت من النهاردة، الشركة الوطنية خدت المحاجر على مستوى الجمهورية، وجه تعليمات بتسليم العهدة من يوم الأربع الصبح بالنسبة للمواقع وإخلاء جميع المواقع من المعدات واللوادي. طب احنا يا ريس هنروح فين؟ ما حدش بيبل ريدنا بكلمة يا ريس، بيوتنا هتنقفل، بيوت أكتر من 5 مليون على مستوى الجمهورية من موظفين وعمال محاجر وناس صعيدة سايبين بلادهم من آلاف السنين عشان يوفروا 2000 جنيه يبعتهم لبلاده والعيال متغربين، بيوت هتنقفل يا ريس. إذا كان حضرتك ما تعرفش الكلام ده هوت، أنا بنناشد حضرتك وبنناشد جميع الأجهزة المعنية في الدولة، وبنقول لك بيوت هتنقفل، عيال بتتربى في كليات هيطلعوا مشردين يا ريس.
دي بلدنا يا ريس ولينا حق فيه، وحضرتك يعني لازم تراعي ظروف الناس ديت. مفيش قرارات بتتاخد يا ريس بتهدي ميول، الكل مخبى علينا ايه اللي هيحصل. طب انت حضرتك احنا هنحنتين وقاعدين لغايه امتى؟ الناس اللي معانا في المواقع محدش عارف حاجه، محدش بيدلينا على اي حاجه. طب احنا نروح فين بعد العمر ده يا ريس؟ نروح فين؟ احنا دلوقتي الشركه الوطنيه بتخدم مصر، واحنا الاخرين بنخدموا بلدنا. ايه الحل يعني نقعدوا في بيوتنا مثلا ولا نروحوا فين؟ محدش بيطمن. ايه الغرض ان محدش بيطمن العاملين في المحاجر على مستوى الجمهوريه؟ كل ما تسال واحد يقول لك مفيش تعليمات جت، مفيش تعليمات جت، مفيش تعليمات اي حاجه، مفيش حد بيبل ريدنا باي كلمه. المسائية مستمرة، وبعد الفاصل باقي فقرتنا وفيها وول ستريت جورنال، نقلا عن تقرير أممي الإمارات تعزز شحنات الأسلحة إلى حفتر عبر قاعدة سيدي بران المصرية لإنقاذ حملته العسكرية في ليبيا.